يا اخوان بهذا الفيديو بدنا نفوت نلعب معكم بالكؤوس، في حال خسرت جيم واحد بس بدنا نشتري هذا العرض. ولا اي حدا بفكر انه يشتري 75,000 ذهب $5، ايش هذا؟ ولك مش فاهم. المهم جيم واحد خسارة بدنا نشتري. رح نلعب بهاي التشكيلة، زمان ما لعبت فيها، وما رح نلعب هون لانه الجيم باخذ 20 دقيقة هون تسحب وتستنى لا لا هون عالسريع. يلا خلونا نشوف اول واحد. هسا بيطلع معه بويزن، كيف ليش؟ ما بتعرف. اسمعوا قبل لا يبدا الجيم عملنا مسابقة قبل امبارح على الرويال باس الالماس الجديد، واول مرة بنزل باللعبة، وفي معه الغلاف المتحرك الجديد برضه. حلو، باتس من هون. المهم كيف تشارك؟ شو تعمل؟ فهمنا. بالوصف بخلي لكم رابط الفيديو، او ارجع على الفيديو اللي قبل هذا وشارك. رح نخلي مدة السحب شوي اطول، لانه رويال باس جديد وفي كل يوم ناس بتشوف الفيديو، فرح نعطي فرصة اكثر هالمرة. يلا يا زلمة خلصنا، مستعجل. حلو، باولر من هون، وبدي اوزع كمان لايت بربريز، واحد يمين واحد يسار. اذا دعم جزلة. لا لا خلينا اوزعهم لعاد عشان نخرب هجمته. انا مش عارف ايش بيلعب، عشان يضطر يدافع على اليسار. ولك مجنون اللعب، شايف حط سبيريت. ايوه هذا اللي بدي اياه، خربنا هجمته ودافع. بدي احط جاينت وبسرعه ميجا مينيون من ورا، لانه استخدم الكن. واحد اثنين ثلاث. ايوه جاينت من هون، ميجا مينيون معه بس جوبلين. حلو حلو، راح راح الجاينت. ولك يلا، واحده ثنتين الثلاث العيون الشباب. طب الرابعه الرابعه، والله ما ضرب. بسرعه راح انزل باتس. اوف اوف بولر من هون. لا لا هذا بيلعب هوك، راح يضرب ضربتين معلم. الثانية يا الله قديش يا زلمة بضايق الواحد الهوك بموتش. ماشي بدي ارجع اوزع الإلايت عشان فينيكس ما بدي يضرب. بدي انزل جاينت قدامه. واحد اثنين ثلاث روح. حلو انجاز الاسهم بسرعة. اسهم من هون. بدي احط باتس بريدكشن. ما احط هوك. هسه راح احط، شوف بس يموت بالباتس. شوف المنوب. لازم تاخرت شوي بالباتس والله. هالمرة راح يضرب ضربة الهوك، ليش؟ لأنه حطت الباولر صح. حلو بدي افتح جاينت. جريف يارد من هون، بدي اشوف ايش معه سبيل. بويزن يا رب، مش بويزن يا رب لا. حلو اسهم من هون. حلو ارث كويك. باولر من هون مرة ثانية، اذا بده يحط هوك على الفاضي. باتس من هون، راح يضرب ضربة يمكن الهوك، يمكن ما يضرب اصلا. ايوه كمان واحد احسن بسرعة. لا يا زلمة ليش تأخر هالقد؟ قعد ساعتها ضرب. يا اخوان هذا اول جيم هيك، كيف الباقي؟ لا لا خلينا نوزعهم. ايوه واحد اثنين ثلاث. جاينت من هون، جريف يارد. بدي اضرب زاب على البورد. ايوه عشان ميجا تظل عايشه، واسهم بسرعه. بسرعه باولر من هون. لا بعثت له جود لاك، قال واثق. فكرت اللايت راح يوصل يا زلمه. كمان وحده وحش الجاينت. وك والله اسطوره. حط هوك، ما راح يسترجي. بدي ازت جريف يارد انا واسهم بسرعه. لا 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 على الفاضي. نجهز الزاب هون. وحده ميجا منيون ابلع يا زلمه. ولك يلا اول جيم. والله صعب يا زلمه، هلكنا. لا لا سهل كثير، يلا بسرعة باتل. أول جيم عدينا بنجاح. أندري راح تخسر برضه. اسمع لما أصور فيديو تحدي والله بقلب محنك يا زلمة. ومش أي تحدي بعدين، إذا بخسر بدي أشتري هذا العرض يعني. لا حلو، لايت بربر من هون. معني تأخرت فيهم بس مش مشكلة. وجاينت من هون، يلا. مش مستعجل أنت؟ أوف شو هذا؟ من بيكا ويزر.
بس كويس راح يوصلوا إلايت راح وصلوا راح راح والله كفو ماسك وك والله وحش لا الباب الرس راح يبنك شوف 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 شوف, شوف المنواب ولكن مشي بسرعة قبل ما يمسك الوزر لا يا إخوان الباولر لا تنزلوه زي هيك دائما حطوه على الجنب لما تحطه قدام الإشي مرات بتأخر مش مرات دائما شوف أخذ 300 دمج حرام يأخذهم شو مشكلة إذا مع هوك رايدر ويزارد ميني بيكا شوف شوف ميجا مينيون ما راح أحط شو اسمه بدي أفتح غريف يارد خليه يأخذ ضربتين أيوة بدي أعمل بريدكشن كمان 1 2 3 غريف يارد 1 2 3 جبنا العيد لا توني تأخرت شوي بس ما أعتقد أنزل هوك باولر من هون وإذا نزل أصلا على الفاضي بيجي كاونتر بوش يخوف ما نزل بما أنه استخدم التسلا بدي أكمل هجمتي 1 2 3 جاينت من هون معه ميني بيكا بدي ميجا مينيون أيوة حلو الوزارد الله عليك الميني بيكا على الفاضي واحد يا ميجا يلا اطلع لي معلم يلا يا زلمة بسرعة مستعجلين لبراءة من التحدي الفاضي التسلا هاي على الفاضي على الفاضي على الفاضي باولر واحدة هو دمج 308 صح بسرعة بدي انزل إلايت وباتس كمان بسرعة بريدكشن أسهم حط سكارمي شوف 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 فجرناه تفجير يا زلمة عجقناه أعطيه البرج ولا أدافع 1 2 3 جاينت من هون حط سكارمي زاب مع إنه ما كنت بدي أصيب البرج بس مش مشكلة بات عشان ما يأخذ البرج بالفوق حلو كثير وأصلا لو أخذه يعني هيك كنت خسراني إلايت بربر أيوة راح راح شد شد حطه غرايدر يا زلمة خذ البرج يلا ميجا مليون تعرف بدي خليه يأخذ البرج إذا مبروك عليه هاي استخدم سكارمي طب شو ظل معك الدافع ولا شيء غريف يارد جاينت من هون سلم لي زاف ديجي شو الكمات السهلة يا إخوان يا أخوة ثاني واحد يلا هاتولنا الثالث أنت غلطت ماليش دخل يلا بسرعة 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 باتل 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 ولا بعدين كل جيم لأنك شحن الرويال باس بدبلو لك التيجان معلم إيش كثير نار يعني هسه صرت بقدر أخذ الغلاف بس بنهاية الفيديو بنشوف باولر ما بدي أوقف بدي ألعبهم كلهم ورا بعض عشان ما يجيني واحد يا جلد أنت فصلت التصوير ولك لا لا أحط جينت بسرعة جينت بات مع أنه غلط أوف شو هاد زاف فريز ليش كل الناس بتلعب فالكري؟ راح انزل ميجا مينيون كمان لانه راح تلف اوف اوف اسهم شو التشكيله هاي ولك وفريز كمان ما هذا يا هذا والله تشكيلته غريبه راح ارجع انزل باولر انا ما بدي اخليهم يوصلوا هذول بتحسهم ما بيعملوا اشي لما تطلع برجك او تشوف برجك طل يعني تشوف برجك بتلاقي ناقص 1000 اذا اوف باتس السبيرت ما راح توصل لان الباولر بشيلها هسه يا عمري على اللعب اذا ولك ايش هذا حتى وانا ساحب على اللعبه مجنون ولك فنان لعب انا بالصيف راح ارجع كلاش العب جد وارفع واطلع بس هسه لا كل الفيديوهات تسلاي عندي زاف طيب ايش معك ايش هذا انت مين يعني شو بهجم هذا جينت اوف 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 ايش هذا؟ بسرعة بسرعة اسهم 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 يلا 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 ضربتين يا جاينت بس ضربتين واحدة الثانية عيون الشباب ولك والله وحش لازم انا من قليل بحب الجاينت يا اخوان واحدة يا عمري ولك ايش هذا؟ والله انا ناسيهم هذول خليني انزل باولر مرة ثانية لازم نزلته قبل والله بس ايش بلعب يعني بهجم فالكري فريز بات انفيرنو لا على الفاضي اوكي شو هذا جلد شو اللي بتعمله قاعد شار زاف
ضربة واحدة يا باولر، واحدة زلمة. خلينا نوزع الايت بربريز هيك. اوف لا لا، معه فريز هذا. خليهم يستنى شوي 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 شوي. ايوه هسه والله فجر البرج تفجير يا زلمة. لو مع عزاب واحدة كفو. باولر من هون، والله ما توقعت مقبرة وفريز. ترى شوي شوي بات. خليه زيت الفريز هسا. ميجا منيون ايوه زاب. اذا هذا قاعد باخذ دمج المشكلة، يعني على الاكيد باخذ الايت من هون. تعرف شو بدي اعمل؟ جريف يارد يا زلمة. بات بسرعة، بدي اسهم من الجانج اذا حطهم بسرعة بسرعة بسرعة. جانج 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 جانج. ولك يلا يلا را 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 را. حلو 1300. المشكلة بس يهجم باخذ دمج، بقدرش اعمل اشي يعني، لازم ياخذ. بس بدي احاول اظل هاجم، ما اخلي بسرعة ميجا منيون. بديش اصرف الزاب لانه راح يغدر. بدي احط جيانت جريف يارد. 1 2 3 جيانت جريف يارد ونجهز الزاب. حلو، ايش بعمل قاعد؟ اسهم من هون. جي جي وكيش هذا اللعب. زاب زاب. اوف اوف وكيش هذا. كيف فزت بعرف. يلا يلا سرعة بسرعة ولك يلا بتل. على اخر لحظة يا زلمة. كين كيفن راح تبلع. هيك صرنا فايزين 3 جيمات صح؟ 3 و4 كانوا 4 صح؟ او 3 مش عارف والله. لايت بربر تعرف بدي ارجع احط له جاينت هذا، ليش هيك بهجمه؟ يلا ابلع. ايش معك؟ اوف اكسكيوشنر. لا يا زلمه والله يا اخوان هاي التشكيله كثير قرف. حلو. لا ضربه واحده لا سايكل الهوغ رايدر ده نستخدم الاكسكيوشنر واللوج وغير اللوج تورنيدو وجوبلينز. بات بريدكشن ولا زابطه معانا اليوم، بس مش مشكله. ميجا منيون حلو. باولر بدي افتح جريف يارد العاد. شو معه اكسكيوشنر؟ بعمل شي واسهم للجوبلين. بسرعة 1 2 10 ايوه حلو حلو. لازم انفيرنو. شو التشكيلات هاي يا زلمة؟ انا فكرت التشكيلة العادية معه لوج فالكري قصدي. مش راح احط اشي عليه او لا لا، خليني ارمي اسهم وبسرعة الايت لانه مع تورنيدو هذا بفجر البرج اذا ما عملت هيك. بسرعة بات ونجهز الزاب اذا حط جوبلينز. والله كفو ما حطهم، هسه بحطهم. اوف 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 ايش هذا؟ ولك اسطورتي. تأخر صح؟ مش تأخر، خاف. ولك قال لك هذا بنلعبش معه. احط جاينت ميجا مينيون بالنص اخليه يقرف اخت كلاش كلها. لا لا هذا معه روكيت صح؟ معه روكيت ولا لا؟ والله جايتني هجمه بتفهمش. خليني اضغط معناته على الجهه الثانيه بربريز. كافو لايتنينج احسن لي. هاي التشكيله قد عني منه معلم، انا فكرت الاساسيه والله، عشان هيك مش عارف الواحد يهجم يعمل اشي. لا لا زاب على الفاضي، ليش زاب هون؟ مو الجاينت رايح. خلص جي جي ندافع بسرعة الايت. يلا سلم لي. والله يا اخوان نلعب لعب حريقة. ميجا منيون ابلع. يلا نشوف. شدش حالك شدش حالك. يلا يلا اللي بعده اللي بعده بسرعة بسرعة بسرعة. اطلعوا لي اطلعوا لي. يلا 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 بوين الباتل باتل باتل باتل. ولك يلا ولك يا شد 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 شد. مش عارف هذا الجيم الأخير أو خلاص. أقول لك لا لا بدي ألعب كمان.
عشان ما تزعلوا، عشان نخلي الفيديو جد انه تحدي. اوف اوف، نوزع إيلايت. جاز الاسهم، انت بدي تحط سكيلتون اشي حلو. اسهم من هون على الفاضي، معه بويزن مورتر ارشر بويزن. ما تقوليش هاي صعبة، لازم العب صح معناته. هذا كاونتر بلعب فيه لعبة معلم. ميجا منين من هون، انا لازم قدمتها شوي، ليش هيك بعدها ما بعرف. طيب حلو، باولر واحدة والله كفو يا الميجا منيون يا اخوان. اذا ايش هو معه ارشر، فبدي اضغطه هسا واستخدم المورتر. خنحط جاينت وبسرعة باتس، نجهز الاسهم. حلو اسهم من هون والله يا اخوان. ايش هذا انفيرنو بالتشكيلة، ما فيها انفيرنو. يلا بلع ميجا منيون، يلا جي جي جود جيم. ايوه بعث لي جود جيم. ولك يا اخوان والله اليوم وكذا التحدي زلمة، ولا جيم ولا قتلتهم كلهم. يا بسرعة نحط له إلايت برابرة بالنص. جي جيز والله، تعبت قد ما فزت يا اخوان، تعبت قد ما حكيت. اصلا نلعب وبنحكي بدي اريح شوي هسا، نطلع نحكي لكم. والله مش عارف اسكر الفيديو، 16 دقيقة اذا صار صح 17 مش عارف. بس لعبنا 4 جيمات وفي جيم مدده دقيقتين. جي جي خلص يا اخوان، ضروري اخسر. يا زلمة ايش هذا، ولك مجنون لعب. 1 2 3 4 5 6، لا السادسة قبل التصوير. والله يا اخوان الوضع نار، اقول لكم عشان ما تزعل وتقول يا جلد انت لعبت بس 5 جيمات، لعيونكم. يلا السادس، تخيلوا نخسر هسا ونخسر التحدي، بدنا نركز. يلا الجيم الاخير، تعرف بدي انزل باولر، بديش انزل باتس، بدي العب على مضمون. لا اذا يا رب مش نسخه البويزن، اذا فاير بول والله ممكن افوز. ميجا حلو 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 على الفاضي، لازم افتح جريف يارد والله. اذا بحط ايلايت راح ابلع. اوف بسرعة هسا ايلايت على الباتل رام. والله كفو، ولك اخر لحظة والله كان متوصل على البورت. حلو يلا، شو معك باندت عليهم. بسرعة اسهم ذا يا عمري. والله كفو، الحق يضرب اضرب. بس والله نايس، دفعته مليون اكسير على الايلايت. ماجيك ارشر رويال جوست وزاب. بس ما عرفت هل هي فاير بول او بويزن، ما ندري. حلو، بدي احط له باولر من ورا واخلي الايلايت معي، يمكن اوزعهم يمين يسار اذا بده يلعب على الجهتين. بس لازم افتح جريف يارد انا هون، لان الايلايت على البيكا بوك الهواء. ايوه حلو، ما دعم الهجمة. حلو كثير، الماجيك برضه ما راح يعمل هالشيء يعني. راح اوزع الايلايت. ايوه لا لا لا، راح يرجع هذاك صح؟ لازم ولك ليش؟ ولك ليش؟ 1 2 3 جاينت قدام الباولر. لا يا زلمة والله خبصنا هون. باتس بس نزل بيكا. لا كفو، الباتس حلو، صرف الزاب وحده. ما راح افتح جريف يارد على البيكا، باولر من هون. اسمع بدي اهجم هسا. اوف اوف إيلايت زاب، بدي اشوف معه بويزن ولا جريف يارد. إيه ولا جريف يارد ولا فاير وول. اذا كان معه بويزن خسرت الجيم، لانه راح يجيني كاونتر بوش والله كثير قوي. اقتل 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 وحده. حلو بدي 10 كسير بات. حلو جاينت
جريف يارد يا رب ما مع بويزن، يا رب بويزن لا. لازم شوف البورت. حلو مسك الجينت ما معه. حلو حلو بسرعة بسرعة ما يقبل من هون. تسكلتهم من ورا. زاب هون ثبت شوي هيل. واحدة والله كفو. ولك والله زاب أسطورية. ابلعي زلمة. ولك ايش هذا معلم؟ ولك ست جيمات فوز. الزاب اللي عملته اخر شيء هو اللي فوزني، لو ما عملت الزاب كان بيجيني كاونتر بوش مستحيل اقدر اصده. الحمد لله حتى ما طلع معه بويزن. كان شحن العرض الزلمه. خلص انا بقول هيك راح نسكر الفيديو، اذا صار يمكن فوق العشرين دقيقه. اول مره بنزل فيديو زي هيك وكثير طويل صار، يعني حلقه نتفليكس معلم. 1 2 3 4 5 6 7 والله نايس يا اخوان. بس عشان تعرف لما عمل تحدي ما بخسر، ولك اصلا حرام ينشحن الزلمه. المهم اذا حابين نعمل جزء ثاني قبل ما يروح اكتبوا لي في التعليقات نلعب 7 جيمات. انا والله موافق وبفرجيكوا قبل. في ناس بتقول يا جلد انت فاصل التصوير، ولك لا والله ما تفرق معي يا اخوان. حتى عاملين مسابقه على الرويال باس الجديد وقلت لكم شاركوا بالوصف. واللي متابعني من زمان بعرف كنت قديش اشحن عروض. شحنت عرض ابو 80 دولار اللي نزل، يعني والله مش هامني 5 اصلا. بس والله عشان فكرة الفيديو. المهم نشوفكم بالفيديو الجاي. سلام.